السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أحبتي، إننا في أمس الحاجة لأن نقف وقفة مع الله تبارك وتعالى، نريد أن نستحضر المعاني الإيمانية التي كنا نعيشها من قبل، الصلة بالله، تعميق العلاقة بالله تبارك وتعالى. نريد أن ننعش الإيمان في قلوبنا، نريد أن نستحضر بمعايشة قلبية أن الله عز وجل هو الملك ولا ملك سواه. نريد أن نعيش معايشة حقيقية أن هذا الكون بما فيه ملك للملك، يتصرف فيه كيف ما يشاء سبحانه وتعالى. نريد أن نستعيد الإيمان الحقيقي بأن الله تبارك وتعالى له ملك السماوات والأرض وما بينهما. أحبتي في الله، كل ملك يزول سوى ملك الملك فهو باق أبدا، لأن الله تبارك وتعالى باق أبدا سبحانه. كم من ممالك زالت ويبقى الملك، كم من ملوك فنوا ويبقى الملك تبارك وتعالى،
كم من ممالك زالت عن أصحابها وعن ملوكها ويبقى الملك، كم من ملوك زالوا عن ممالكهم ويبقى الله تبارك وتعالى هو الملك الأوحد في الدنيا وفي الآخرة. لا ملك إلا الله تبارك وتعالى. أحبتي، رأينا أناسا زالوا، كثيرون جدا، ملوك زالوا وممالك زالت. زال هارون الرشيد، لكنه كان صاحب قلب حي. حينما بنى قصرا وجعل الناس يشعروا هذا القصر، فجاء شاعر رقيق ليشعر قصره، هو أبو العتاهية، فقال له كلمات أبكته وأثرت فيه أيما تأثير. قال له: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، تغدو عليك بما اشتهيت من الرواح إلى البكور، دنيا وصولجان وعز. فإذا النفوس تحشرجت في ظل ضائقة الصدور، هناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى هارون الرشيد وقال ذات مرة لرجل شبه مجنون، لكن كانت تخرج الحكمة منه أحيانا، هو البهلول، قال له: عظني. فقال له: يا أمير المؤمنين، بما أعظك؟ بما أعظك؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم. الموعظة واضحة لكل من يريد أن يتعظ، بس المشكلة إن الناس مش عايزة تتعظ، مش عايزين يتعظوا، ما فيش حد عايز يتعظ بالممالك اللي بتزول، ما فيش حد عايز يتعظ بالملك اللي بيزول وبالدنيا اللي بتذهب. فإلى متى يظل الإنسان يخادع نفسه؟ هذه قصورهم وهذه قبورهم. ملوك الأمس يشيعون إلى القبور اليوم، وبشار الأسد لازال بيسفك الدماء وينتهك الأعراض ويدمر ويشرد. أنا لا أدري كيف يواجه هؤلاء القوم ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة. أشياء غاية في الألم والإيلام، في موجة البرد التي يعني انقشعت، والأمطار الغزيرة والرياح، البرد الشديد، والناس في المخيمات، المية وصلت لأماكن نومهم، الأطفال ماتوا من شدة البرد، وهؤلاء المجرمون ما يتعظون، لسه في سكرة الدنيا وشهوة الملك. ولكن والله والله يا بشار، عما قريب جدا جدا ستزول وستكون عبرة للدنيا كلها، للدنيا بأسرها. الله عز وجل الملك، كم اغتررت بحلمه أنت وأمثالك، ولكن يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. عما قريب جدا سيشفي الله عز وجل صدور قوم مؤمنين لتكون عبرة للدنيا بأسرها، ولكل من دار برأسه إنه يظلم ويجور على عباد الله عز وجل، وأن يستعمل سلطانه على الضعفاء. مناظر تقطع الأكباد وتقرح القلوب. إيه وربي بيقول له البهلول، بيقول لهارون الرشيد، بيقول له هذه قصورهم وهذه قبورهم، فين العبرة؟ من يتعظ؟ من يتعظ ومن يعتبر؟ أحبتي في الله، وكان هارون الرشيد أيضا في نهاية حياته، يعني قرب الموت كده، اشترى كفنه
وكان بين الفينة والأخرى ينظر إليه ويقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وحفر قبره، وكان يحمل إلى قبره، فينظر إلى القبر ويبكي ويقول نفس الكلمة: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وكان المأمون ينام في التراب، شايفين ملك أضخم من كل ملوك الدنيا دلوقتي، ينام في التراب ويقول: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه، ويا من لا يموت، ارحم من يموت. لا شيء مما ترى، لا القصور ولا الأموال ولا العقارات ولا الفلل ولا السيارات ولا الطائرات ولا أي ثروة ولا أي شيء، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد. كلا ولا سليمان، إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك؟ أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد؟ حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما وردوا. كل شيء يزول ولا يبقى إلا الملك. عبرة، زال القذافي بعبرة، وجعله الله عز وجل عبرة، وهرب زين العابدين وتزل في الدنيا كلها ويحاكم الآن. والنظام السابق في مصر نفس الكلام، يحاكم الآن، نهاية ذل. زال الملك بذل وخزي، ماذا ينتظرون؟ وأعدم آخر الأنظمة الاشتراكية، مشهور جدا القصة بتاعته، نيكولاي تشاوشيسكو هو وزوجته، ثار الشعب عليهم وأعدموهما، أعدم نيكولاي وزوجته. لا يبقى إلا الملك، إما أن تزول وإما أن يزول عنك. وأنا بقول البشار إن شاء الله سيزول عن ملكه، وسيقتل شر قتله بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يخلصنا من طواغيت الأرض، وأن يولي علينا من يصلح. دمعات أخواتنا السوريات، دمعات الأطفال، الإعاقات اللي طالت حتى الصغار، تهدم المنازل. والله لو الصهاينة ما يقدروا ولا يعني مش هنقول ما يستطيعوا يعملوا في سوريا، 1/10 من اللي بيعمله بشار، وانا شايف ان ما فيش فارق كبير بين الاثنين. الله الملك، لله الملك، ربنا عز وجل هو الذي يولي وهو الذي يعزل، ربنا عز وجل هو الذي يخلص. الملك ملكه، ونحن نقول يا ملك، يا من بيده مقاليد كل الأمور، يا من لا يجري شيء في أرضه إلا بمراده، يا من له القدرة المطلقة، يا قدير خلصنا بقدرتك من الظلمة، إنك ولي ذلك ومولاه. خلصنا بقدرتك من الظلمة. اسمعوا لكلام ربكم عز وجل، نريد أن نتذكر، أن نتذكر المعاني الإيمانية اللي يعني درست واضمحلت في قلوب الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللي يؤمن إن ربنا عز وجل هو الملك في مملكته ينبغي أن يتوجه إليه في كل ما يطلب وفي كل ما يسأل، وينبغي أن يتعلق قلبه به، وينبغي أن يؤمن أنه إذا أراد أن يتخلص من ظلم ظالم أن يلجأ إلى الملك يعزل الظالم. لا يحكم أحد في ملك الله إلا بمراده سبحانه وتعالى، لأن هو الملك تبارك وتعالى، وما فيش حد ملكه حاجة، فيش حد عنده حاجة. أنت متخيل إنك بتملك اللي تحت إيديك؟ ملك ناقص يا أخي في الله ويا أختي في الله. لا بيتك ولا عربيتك ولا عقاراتك ولا أموالك ولا حليك أختي في الله ولا أي حاجة من دي، ما فيش حد ملكه حاجة، ما فيش حد عنده حاجة بتاعته، ملك ناقص يعني. طب إيه الدليل؟ الدليل بكل بساطة إحنا عندنا حكم شرعي إن أنت بتتصرف في ملكك وفي فلوسك وفي أموالك، لكن إن وصل إنسان للتصرف في أمواله وممتلكاته لحد السفه بيحجر عليه. ده حكم شرعي وقانون، يحجر على السفيه لئلا يبدد. وما ينفعش يقول ثروته وأنا حر فيها، لا، لو وصلت لحد السفه مش انت حر فيها، يحجر عليه، يمنع من التصرف فيها. ولو ان واحد حب يوزع ميراثه قبل ما يموت وكتب ورقه بكده وتكون نافذه بمجرد موته، وزع مثلا عنده ولد وبنتين وساب 1,000,000 جنيه، قال 3/4 مليون للولد والربع مليون التانيين اتقسموا على البنتين، الورقة دي تمزق، تمزق وليس لها قيمة. ليه؟ لأن قسمة ربنا في المواريث مش كده. وما ينفعش تيجي تقول فلوسه هو حر فيها، لا مش حر، مش حر، دي من أدلة نقص الملك. فمين الملك الحقيقي؟ ربنا. من الذي له الملك؟ الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. مثقال ذرة مش بتاعت حد، كل حاجة للملك، كل الملك للملك تبارك وتعالى، ما فيش حد عنده حاجة بتاعته، ملك كامل. عشان كده بنقول إنه ملك في مملكته يتصرف كيف يشاء، ملك قادر، قادر. تعرف حضرتك احنا شايفين لما بيحصل زلزال حد في الوجود يقدر يوقف زلزال؟ لما بينفجر بركان حد في الدنيا يقدر يوقف بركان ثائر؟ ما فيش حد. لما بتيجي عاصفة ثلجية حد يقدر يوقفها؟
كانت في فاتت دي في على لبنان وسوريا والأردن ومصر ثلاث أربع أيام، كان حد يقدر يخلق يوم واحد بس؟ حد يقدر يخفض؟ أبدا، مفيش حد يقدر. السيول والأعاصير، إعصار تسونامي، كان حد يقدر يوقفه؟ حد يقدر يوقف أي حاجة؟ أبدا، والله ما حد يقدر يعمل أي حاجة. وعايزين بس نتذكر كده إن إحنا ضعاف، ضعاف. في حوالين في المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية كلها بتدور في مسارات محددة، وبين المسارات أحجار، أحجار مش أحجار قد كده، ده أحجار كبيرة، يعني ممكن يصل بعضها قريبة من كوكب. يعني الأحجار دي هم يقولون بتدور كده بعشوائية، ونحن نقول لا، بتدور بأمر الملك. لو حجر من الأحجار دي اصطدم بالأرض يدمر كل حاجة، يدمر كل حاجة. طب مين اللي ماسك الأحجار دي وبعيدها عننا؟ مين اللي بيخلي مدار الأرض، مكان اللي بتدور فيه الأرض، بعيد عن توقيت دوران الحجارة؟ ربنا تبارك وتعالى. حد يقدر يخالف حكم ربنا؟ حد يقدر يوقع حجر من الأحجار دي على الأرض؟ ملك الملك هو الذي يستطيع أن يفنيه متى شاء ويبقيه، ولا يستطيع أحد أن يفني ملك الملك طالما أن الملك أراد أن يبقى. ملك يفعل ما يشاء. السماوات دي بقى كلها والكواكب دي كلها والأراضين كلها والمجرات كلها، كل ده خلق بكن. متخيل؟ عشان تعرف ان احنا ولا حاجة، ولا حاجة، ولا تتكبر ولا تتعالى بما عندك ولا تتعالى بصحتك ولا اي حاجة خالص، احنا ولا حاجة. الكون ده كله ربنا عز وجل قال له كن فكان. اسمع كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها، ما فيش حد يقدر، ده ملك الملك سبحانه وتعالى. طب استحضر كده بقى، استحضر كده في نفسك، ليه بتتكبر؟ ليه بتتعالى؟ ليه بتظن ان مفيش حد يقدر عليك؟ ده انت ولا حاجة. انت ايه من السماء؟ ايه من الارض؟ ليه جريء على معصية الله عز وجل؟ ليه جريء على محاربة الله جل جلاله؟ ده ولا حاجة. ده فيه حاجات تانية كتير، ده فيه، ده فيروس، فيروس لا يرى بالعين المجردة، يدخل بس كده يقضى على الإنسان، يقضى على الإنسان في لحظة، في لحظة، ومفيش حد في الوجود يقدر يسيطر عليه. احنا عندنا فيروسات كثيرة جدا جدا، فيروس الالتهاب الكبدي بي، التهاب الكبدي سي، الفيروس الإيدز، الاتش اي في، فيروسات وميكروبات كثيرة جدا، مفيش حد يقدر يعمل أي حاجة، فيش حد يقدر يوقف كائن دقيق لا يرى. شفت يا إنسان أنت أضعف من إيه؟ وبمجرد ما يدخل الفيروس وتتحول الحالة لحالة مزمنة، فيروس الإيدز نسبة 100%، مجرد دخول الفيروس الجسم 100% حالة مزمنة. فيروس السي ممكن 90% تقريبا بتتحول لحالة مزمنة، البي 5% تقريبا بتحول لحالة مزمنة، والتاني بيبقى حالة حادة وبتعدي.
احنا بس بنعرف لما تبقى حالة مزمنة. طب لما تبقى حالة مزمنة خلاص، حد يقدر يشيل الفيروس من الجسم؟ ابدا، ولا انترفيرون ولا أدوية، خلاص. واحنا بس كل الفكرة بتسكن الفيروس عشان ما ينشطش ويعمل مشاكل. حد يقدر بقى يطلعه؟ حد يقدر يحاربه؟ إلا إن أطلعنا الله عز وجل على علم من عنده تبارك وتعالى يعرفنا إزاي فيروس، والدنيا كلها تقوم ولا تقعد وما تقدرش تعمل أي حاجة. إنسان صحيح سوي سليم وفي لحظة يموت، يموت في لحظة. أنت إيه يا إنسان؟ أنت إيه؟ وزنك إيه؟ أنت إيه بالنسبة لملك الملك تبارك وتعالى؟ السماوات بكلمة كن، خلق البشرية جميعا الملك قال لها كن. شوفوا ربنا عز وجل، زي ما ربنا خلق عيسى خلق آدم بكن فيكون، خلق عيسى بكن فيكون، بس آدم من تراب مباشرة كده، وعيسى من رحم أمه. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. التشبيه هنا بكن فيكون، يعني زي ما آدم وجد بكلمة كن فيكون، كان عيسى وجد بكلمة كن فيكون. البشرية خلقت بكن فيكون، آدم وذريته كلهم بكن فيكون. خلق الإنسان في موقف مر به نبي الله إبراهيم، الموقف ده عجيب، لو لم يذكر في القرآن ولو لم يذكر على وجه يوثق فيه ما صدقه بشر. ايه هو؟ لما حصلت معركة كبيرة بين إبراهيم والأصنام وكسر الأصنام، إلا كبيرا لعلهم إليه يرجعون، يرجعوا يقولوا له أنت ليه ما دفعتش عن الأصنام ولادك الصغيرين؟ فلما ما يردش عليهم ويحسوا بعجزه يمكن يفوقوا لنفسهم. وده طبعا لفتة دعوية ذكية جدا ويعني ربانية جدا من نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهم فعلا فاقوا لنفسهم ورجعوا قالوا ايه ده الكلام ده مش صح، ثم انتكسوا، لم يلبسوا ان انتكسوا، احدث لهم الانتكاس الشيطان، انتكسوا سريعا. وبعدين قالوا احنا اللي عمل ده مين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. فقعدوا يفكرهم ايه الحل، نتصرف معاه ازاي. المهم وصل الحل ان هم يشعلوا نارا عظيمة ثم يأتوا بابراهيم ويلقوه في هذه النار. فأتوا بإبراهيم بعدما أشعلوا النار وألقوا نبي الله إبراهيم في هذه النار. فماذا قال نبي الله إبراهيم؟ قال: حسبي الله ونعم الوكيل. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل بقلب إبراهيمي، بقلب نبوي، بقلب رباني، جعلت الملك يغير قوانين الحياة لأنه ملك قادر. نستكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا الطرح الطيب. اللهم اجعله في ميزان حسناتك يا شيخ غريب. جزاكم الله خير. ممكن أقول حاجة؟ تفضلي حضرتك. عايز اقول بفضل الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم اجعلنا ممن كتب الله في قلوبهم الايمان وهدوا الى الطيب من القول، ولا تجعلنا نقف عند صغائر الامور حتى نلحق برقب المتقين. وكل مستحدث من صميم القران وصحيح السنه مرحبا به، وهنا تكون صلاحيه الاسلام لكل زمان ومكان وحال، فلا نضيق واسعا ورحمة ربي وسعت كل شيء. كل سنت ثانية وأمة محمد أجمعين بطاعة وعمل وسعادة في الدنيا والآخرة. عايز أقول من عظيم أمر الله التدبر والتأمل والتفكر في كتاب الله وملكوت الله،
وعظيم خلقه وبديع صنعه، فهناك بصمة إلهية واحدة في كل الموجودات الأحياء منها والجمادات، تشهد حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا مجال للصدفة في ملكوت الله القوي المتين البديع المتقن المحكم المتناسق المتعاشق المتنازم الواسع. ولا نملك أمام كل هذا وما خفي كان أعظم ويخلق ما لا تعلمون، لا نملك إلا الخشوع والخضوع والانتصار، متذكرين قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، وأيضا إن كل شيء خلقناه بقدر، وأيضا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اللهم اجعلنا من أهل الخشية، خشية تؤدي لمزيد من القرب ومن القرب لك، وألحقنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. أنا أرجو بس من الإخوة اللي بيتصلوا يعني الاختصار والإيجاز لو سمحتوا. الأخ أحمد من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله يا شيخ أني أحبك الله. أحبك الله. تفضل. وأحب كل الصالحين والله. جزاك الله خير. والله أنا شيخ في غربة يعني وفي ليبيا، فأريد إيه الأسباب التي تعين على الطاعة بدون صحبة معي؟ يعني أنا معي صحبة بس ليست تعين على الطاعة، ما هو البديل عن الصحبة؟ نعم حاضر. حاضر يا أخ أحمد. طيب حبايبي في الله، كنت بقول انه سبحانه وتعالى ملك مش بس السماوات والارض والبشر ده كل حاجه، حتى القوانين اللي بتحكم الحياه. لما القي ابراهيم في النار وقال حسبي الله ونعم الوكيل، ماذا حدث؟ حول الله عز وجل النار من صفة الحرق أو من صفة الإحراق إلى صفة البرد والسلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إيه اللي حصل؟ ما تسألش، لأنه ملك يتصرف كيف ما يشاء في مملكته تبارك وتعالى. قوانين الحياة بتتغير، زي بالضبط المعركة المرتقبة اللي بيننا وبين اليهود وإن شاء الله جاية. قال كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر. تخيل حضرتك الأحجار تنطق تكلمك باللغة العربية بكلمات تفهمها، فينطق الله الحجر والشجر يقول يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله. مين اللي ينطق الحجارة والأشجار والدواب كما في روايات أخرى؟ الملك سبحانه وتعالى. هي في العادة ما بتنطقش، إنما في الأصل الذي خلقه الملك والذي يملك إضفاء الصفات عليها هو الملك، اللي بينطقها الملك الذي يملكها تبارك وتعالى. بس لفتة كده مهمة كده على الهامش وإن كانت في غاية الأهمية، حينما ينطق الحجر ماذا يقول؟ يقول يا عبد الله، ما يعرف أن يقول غيره، والحجر لا يعرف المداهنة ولا يمكن أن ينطق إلا بالصدق، فإلى أن يتواجد عباد الله لا يمكن أن ينطق الحجر. إنما لما تتحقق العبودية لله عز وجل في كل مناحي الحياة حينها ينطق الحجر. يبقى إذن من أراد أن ينال الشرف في أن تجند الأحجار جنودا لتقاتل مع الجيش الإسلامي ضد اليهود، فعليه بأن يحقق العبودية الكاملة لله في منطقه
وفي صمته، في حضوره بين الناس وفي خلوته، في كلامه وفي سكوته، في حله وترحاله، في فعله وفي قوله، في كل تصرفاته. العبودية عبودية كاملة، أن تصبغ حياتنا كلها بصبغة العبودية لله عز وجل. حينها ينطق الحجر، فمن يعمل لذلك؟ دي بس لفتة كده على الهامش. إنما زي ما بقول لحضراتكم، الملك تبارك وتعالى كل حاجة عنده بكلمة كن فيكون. كن فيكون، ملك يتصرف في مملكته كيف شاء. قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى أن يقول له كن فيكون. طيب حضرتك، لما المعنى ده يدخل في قلوبنا، ليه احنا لما نيجي نفكر ازاي نواجه عدو بنفكر في كل حاجة وننسى الملك، ننسى اعظم حاجة واقوى حاجة؟ ليه المعنى ده طالما احنا فاهمينه، ليه بنخاف طالما احنا عبيد للملك الاعظم؟ ليه بنحس بالضعف واحنا عبيد للملك الاعظم تبارك وتعالى ملك الملوك؟ ليه بنحس ان احنا دون الناس واحنا عبيد للملك الاعظم، الملك الذي لا ملك غيره تبارك وتعالى؟ في خلل في الايمانيات ينبغي ان نضبطه، ينبغي ان نعود للملك تبارك وتعالى. شوف حضرتك، النبي عليه الصلاة والسلام انتصر في بدر بحمى الملك، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بالأسباب بأقصى ما يمكن، وكان أعظم سبب إرادة الملك لما قعد النبي عليه الصلاة والسلام يدعي. غزوة الأحزاب ربنا عز وجل، غزوة مؤتة، غزوات كثيرة جدا جدا، القوة كانت للعدو، وبرغم ذلك نصر الله القلة المؤمنة، لأن كان أعظم سبب هم استعملوه إن هم لجأوا إلى الله الملك تبارك وتعالى. مش معنى كده إن الأسباب الأرضية ما ناخدش بها، لا بالعكس، نأخذ بها أعلى ما يكون، إنما يبقى أعظم سبب لجؤنا وتوكلنا على الله تبارك وتعالى. حينها تنتصر الأمة الإسلامية، حينها بإذن الله تبارك وتعالى يمكن للإسلام ولأهل الإسلام، وهناك عصر للتمكين قادم كما تكلمت وتكلم الكثير من إخواني الدعاء. وأسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالإيمان واليقين والثقة به سبحانه وتعالى. طيب، ألف باء إيمان بأن الله عز وجل هو الملك. الملك زي ما قلت في مملكته هو له حق التصرف، تمام، له حق التصرف. يعني لما هو يأمر وينهى هو اللي يطاع. طب حد غيره جاء وأمر في مملكته بأوامر خلاف أوامر الملك الحقيقي، لا يسمع ولا يطاع. طب ليه بقى لما بيجي حد غير ربنا وفي أرض الله وفي عباد الله يطالب بأوامر غير أوامر ربنا، ناس بتسمع وتطيع؟ يبقى مش مقتنعين قناعة كاملة أن الله عز وجل هو الملك. الملك يأمر وينهى، الملك سبحانه وتعالى يأمر وينهى، ولا يأمر وينهى غيره. حضرتك، أنا تخيل أنت في بيتك بأي واحد، أي أب وأي أم في بيته، يعني هو الذي بيضع خطة أولاده بناته إزاي يمشوا، إيه خطة حياتهم. طب لو حد جاء تدخل في شؤونك الداخلية وكلم أولادك، يبقى أولادك يسمعوا كلامك ولا كلامه؟ لا، كلامك أنت طبعا، لأن ده بيتك وأنت بتمشيه
بالرؤية التي تتراءى لك، كل ده حسب مراد الله تبارك وتعالى، ده الشيء اللي بيظلل. إنما في التفاصيل الداخلية الكيفيات دي أنت اللي بتتصرف فيها. طب لو حد جه غيرك، لا ما غير مسموح، أنت ملك، أنت بتدير مصلحتك ومصنعك ومؤسستك بالطريقة التي ترى أنها ناجحة. طب حد غيرك جاي يدي أوامر وجاي يتدخل، لا ممنوع، ده بكل بديهية. إذن في مملكة الملك الذي هو الله تبارك وتعالى ما ينفعش حد يتدخل غيره سبحانه وتعالى، وإن تدخل لا يطاع. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا بيك. انا احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا من اجله. في سؤالين يا شيخ ليك. نعم. السؤال الاول، كم نبي اصلهم من العرب؟ قد ايه نبي انا اصلهم من العرب؟ والسؤال الثاني، لا انا ما سمعتش معلش. السؤال الاول كم ايه؟ كم نبي اصلهم من العرب؟ كم نبي؟ اصلهم من العرب. والسؤال الثاني، دلوق واحد ملتحي وعصر له 5 افراد ولازم وملتزم في الصلي بس ادخن، ايه العقابه دي؟ ولا يحلق اللحى بتاعته ولا يعني؟ ملتحي بيدخن؟ ملتحي وعصر له 5 افراد بس ادخن. بس بيدخن. ادخن يعني، ايه العقابه دي؟ يعني هو انا والدليل يا شيخ. حاضر حاضر. في اتصال اخر. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه سمحت فضلت الشيخ. تفضلي. اليس المسلمون كالجسد الواحد؟ اذا تداعى له يعني احد الاعضاء. تداعى له سائر يعني الجسد. مش فاكره. صحيح. تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ايوه. طيب انا ارجو من قناه الرحمه وجميع القنوات الاسلاميه، زي ما القنوات العلمانيه لما اتقفلت قناه لسبب اداري قانوني قعدوا يعني يولولوا كلهم، اتمنى من القنوات الاسلاميه كمان تتضامن مع قناه الحافظ، ويا ريت القنوات الاسلاميه ما ترضاش بالظلم اللي حصل قبل كده، لان هتتقفل النهارده الحافظ، بكره هتتقفل الناس، بعديها الرحمه. يا ريت ما نرضاش بالظلم وما نسكتش على الظلم تاني. ما ينفعش نسكت على الظلم. القناه امبارح اتقفلت بدون اي وجه حق، وقصادها واحده رجعت وهي اصلا مخالفه قانونيه. يعني في تحدي سافر لكل الاعراف ولكل القوانين ولكل والعدل نفسه، يعني ما بقاش في عدل. يعني الناس ابتدت توصل لدرجه من الاحباط مش عاديه. لما رئيسنا يبقى اسلامي ورئيس الوزراء بتاعنا اسلامي، والاسلاميين يتظلموا والمسلمين يتظلموا في عهده، بجد حرام. يا ريت قناة الرحمة وقناة الناس وكل قناة الإسلامية تتضامن مع قناة الحافظ ويقفوا ضد الظلم ده، وجزاكم الله كل خير. إياك. حاضر. طيب طبعا أنا أضم صوتي لصوتك طبعا. في اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك عم الشيخ أحمد غريب. أهلا بيك. الله يبارك فيك ويجعل هذا العمل من حسناتك. الله يكرمك، جزاك الله خير. يا شيخ عندي سؤالين بعد إذنك. تفضل يا أخي. الله يبارك فيك يا رب. هل يجوز أن الواحد يكلم خطيبته وهو مش عاقد؟ طيب. وسؤال ثاني بعد إذنك. تفضل. واحد جاب كارد من البنك. فهو عارف أن الكارد ده حرام، بس قال أنا أسد الكارد اللي علي وبعد كده ما عادش يجيب من البنك. فيعني هل يجوز انه يطلع اي حاجه بعد ما يسدد اللي عليه عشان ربنا يغفر عنه؟ طيب حاضر. جزاك الله خير. لسه قد ايه الوقت؟ الحقيقه كده. طب ارجو بقى ان ما عادش اتصالات. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. حبايبي في الله، ربنا عز وجل زي ما قلت لحضراتكم ملك في الدنيا وفي الآخرة، ولا ملك غيره تبارك وتعالى في الآخرة. يقول الله عز وجل: الملك يومئذ الحق للرحمن
الكلام ده امتى؟ يوم القيامة. لفتة عجيبة قوي ومهمة جدا جدا. يقول الله عز وجل: الملك يومئذ الحق للرحمن، ولم يقل الملك يومئذ الحق لله. فلماذا أحبابي في الله؟ لأن المعنى الذي يتضمنه اسم الله عز وجل الرحمن معنى مراد. يعني اعلموا أن الله تبارك وتعالى هو الملك في الآخرة، ولا ملك غيره، ولا تخافوا من ذلك، لأن الملك في الآخرة الأوحد الذي هو الله تبارك وتعالى سيعاملكم بالرحمة، تبارك وتعالى يعاملكم بالرحمة للرحمن والرحمن. ولم يقل كمان الملك يومئذ الحق للرحيم. لماذا؟ لأن الفارق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم كما قاله ورجحه ابن القيم أن الرحمن يدل على الرحمة كصفة ذات، أما الرحيم فيدل على الرحمة كصفة فعل. يعني الملك يوم القيامة لله عز وجل اللي بذاته يرحم سبحانه وتعالى، بذاته تبارك وتعالى صفة الذات أقوى من صفة الفعل، طبعا ما فيش كلام في كده. فالملك في الآخرة الله تبارك وتعالى ولا ملك سواه، ويعامل عبيده بالرحمة. قال أحد الصالحين: والله ما يسرني أن صار أمري إلى والدي في الآخرة، لأن ربي عز وجل أرحم بي من والدي، أرحم بي من والدي. أنت متخيل حضرتك لما تستشعر كده أن ربنا عز وجل أرحم بك من أمك ومن أبيك ومن زوجك ومن أخيك ومن أختك ومن ابنك ومن بنتك، من الدنيا كلها الله عز وجل أرحم بك من كل هؤلاء. دخلت في قلب عبد صالح فقال: ما يسرني أن صار أمري اللي يحكم في الآخرة إلى جنة أو إلى نار، لا أبي ولا أمي ولا أي حد في الدنيا، لأن ربنا عز وجل أرحم بي من أبي وأمي وكل العالم. يبقى الملك يومئذ حق للرحمن، الملك الأوحد في الدنيا وفي الآخرة الله تبارك وتعالى، وكل ملوك الدنيا ملوك مزيفين مش ملوك حقيقيين، لأن الملك الحقيقي هو ربنا تبارك وتعالى. عايزين نستحضر المعاني دي، عايزين نعيش المعاني دي، نحس بالعزة، نحس بالفخر، نحس بعظمة الانتماء لهذا الدين، أننا أرضينا الله تبارك وتعالى الملك سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل الأمور، كل شيء بكن فيكون، ونحن أصحاب الغلبة في النهاية بإذن الله تبارك وتعالى. لا يأمر ولا ينهى في مملكة الملك سواه، لأنه هو الرب الذي خلق، الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويشفي، اللي بيعمل كل حاجة هو ربنا، إذن لا يطاع سواه. دي بديهية، طالما هو الرب ولا رب سواه إذن هو الإله ولا إله سواه، إذن هو الذي يطاع ولا يطاع سواه، إذن هو الذي يأمر وينهى ولا يأمر وينهى سواه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون. أسمعتم هذه الآية؟ أمن خلق السماوات والأرض
مين اللي خلق السماوات والأرض غير ربنا؟ وأنزل لكم من السماء ماء، المطر ده. طب لو ما نزلش المطر، وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق، ودي آية تانية ومعجزة تانية، إن استجابة الأرض للماء، مش كل الأرض تستجيب، ولو شاء الله ما استجابت. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله. يبقى في الأول دي صفات ربوبية، هو اللي خلق، هو اللي أنزل الماء، هو اللي عمل لكم كل حاجة، يبقى مفروض ما يبقاش إله مع ربنا، مفروض ما يأمرش وينهى غيره، مفروض ما تسمعوش وتطيعوا لغيره. أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون، يعدلون الله عز وجل بغيره. ما هذه الانتكاسة؟ اللي يؤمن إن ربنا عز وجل هو الملك ما يسمعش كلام حد غيره، حد غيره سبحانه وتعالى، لأنه لا سمع ولا طاعة إلا لله تبارك وتعالى. عايزين نعيش المعنى ده، وده كلام كبير جدا ويندرج تحته أشياء كثيرة جدا جدا. على رأس ذلك ألا مشرع إلا الله، لا شرع إلا شرع الله تبارك وتعالى، ولا يسمع ولا يطاع لأي شيء، ولا قوانين ولا دساتير ولا أي حاجة، إلا ما جاء موافقا لشرع ربنا تبارك وتعالى. دي زي 1+1=2، زي ألف باء، دي بدايات. حبايبي في الله، هناك أمر كنت تكلمت مع حضراتكم فيه يعني من كم حلقة كده، من شهرين تقريبا، اللي هي مسألة حجب المواقع الإباحية والوقفة التي نظمتها حملة بيورنت لحجب المواقع الإباحية. الحقيقة حملة بيورنت، ربنا يا رب يبارك فيهم، ستقف وقفة بإذن الله تبارك وتعالى يوم 19 الجاي، يوم السبت الجاي إن شاء الله، بعد 6 أيام، أمام دار القضاء، أمام دار القضاء في جلسة جنحة ضد رئيس الجهاز لعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري اللي الصادر سنة 2009، أنا قبل الثورة بسنتين، بغلق المواقع الإباحية والسبب لخطورتها على الأمن العام. يعني الحقيقة طبعا الوقفة دي هيكون فيها كتير من الإخوة الدعاة، زي ما أخبرني محمد رائد اللي هو ماسك الحملة، الدكتور حازم شومان هو على إخباره والعهد عليه طبعا، وبيقول للمشايخ أكدوا لي، الشيخ محمد الصاوي، الشيخ أحمد جلال، الشيخ علي قاسم، وإن شاء الله بإذن الله يعني هذه الحملة أعلى الله تبارك وتعالى أن تؤتي ثمارها، أدعو الله تبارك وتعالى أن تؤتي ثمارها، ويا رب تغلق المواقع الإباحية وترتاح مصر والدنيا كلها من هذا الدنس وهذا الرجس وهذا البلاء. نسأل الله تبارك وتعالى يعني في بداية، وتكون شيء يحسب للدكتور مرسي، ربنا يا رب يسدده ويوفقه، إن يبقى في عصره وفي بداية عصره تغلق هذه المواقع الإباحية. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم جميعا من كل سوء. يعني أنا سأعلق تعليقات سريعة كده على اتصالات الناس اللي شاركوا معانا. الأخ بيقول إيه البديل عن الصحبة؟ الحقيقة إحنا بالنسبة لمسألة الثبات على دين الله تبارك وتعالى، لأن طبعا الفتن كثيرة ونحن نعيش في زمان فتن، وإحنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي عن الوقفة لحجب المواقع الإباحية عن مصر، وعندنا دول كثيرة جدا بفضل الله تبارك وتعالى ما عندهاش البلاء ده، زي السعودية ودول كتير الحقيقة، حتى في دول أجنبية بتطالب بإغلاق المواقع الإباحية. فالفتن كثيرة جدا جدا، والناس مساكين يعني محتاجين شيء يثبتهم على طاعة الله تبارك وتعالى. أنا بقول إن مسألة الصحبة يعني ممكن يتغلب عليها من خلال اتصالات، من خلال مشاهدة حلقات زي حلقات قناة الرحمة والقنوات الإسلامية كلها، تحس كده كأنك مع الناس، مع مشايخك، مع العلماء، مع الدعاء، ده شيء من الأشياء المهمة. أيضا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يعني احنا محتاجين الثبات، والثبات ده يتأتى من عند الملك تبارك وتعالى.
هو الذي يثبت القلوب. ادع ربنا كده من كل قلبك أن يثبت قلبك. أيضا يريد لو تقدر، أنا طبعا مش عارف الأمر ده في إمكانية ولا لا، يبقى فيه كتب، كتب بسيطة جدا جدا في العلم، كتاب ربنا من أعظم أسباب الثبات، وكتاب تفسير بسيط خالص زي التفسير الميسر تقرأ فيه، ودي من أهم عوامل الثبات، وكتاب حديث الأربعين النووية بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. يعني الكتاب هو حديث وكتاب سنة، بحيث ده يكون يحصل لك من العلم شيء يسير بإذن الله تبارك وتعالى، يكون سبب من أسباب الثبات على دين الله تبارك وتعالى. يبقى قلنا استمرار مشاهدة الحلقات اللي على القنوات الفضائية زي قناة الرحمة، كتاب ربنا تبارك وتعالى وقراءة في تفسير زي التفسير الميسر، سماع أو قراءة في كتاب الأربعين نووية بشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كلام بسيط وكلام سهل وقريب جدا. أيضا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهناك أسباب كثيرة أكثر من ذلك لعل هذا هو أما. طيب بيقول ملتحي وبيدخن، يعني ملتحي وبيدخن، أولا أنا بقول طبعا ده شيء سيء، شيء سيء جدا إنسان يكون متدين وعليه سمات الالتزام وبيرتكب هذا المنكر الظاهر اللي هو طبعا فسق، لأن الفسق والمجاهرة بالمعصية. فأنت قدرت أنك تعمل حاجات كتيرة وكان عندك عزيمة أنك تعمل تاخد قرارات في أشياء أصعب من التدخين، ما تقدرش تسيب التدخين، لأن أنا قناعتي الكاملة أن التدخين ليس إدمان، وإن قال بعض الناس أنه إدمان، لا هو ليس بإدمان، هو بيسموه عادة، يعني physical dependence أو شيء تعود أو كده، إنما إدمان لا هو مش إدمان. والدليل إنك في الصيام بتصوم ولا أي حاجة، في رمضان بتصوم ولا أي حاجة، واللي عليه صيام الوقت ممكن يصوم 14 ساعة ولا أي حاجة خالص، يقدر يصوم، إذن مش إدمان، تقدر تسيبه وهو معصية. أي نعم صغيرة، لكن الإصرار على الصغيرة كبيرة. إنما طبعا إحنا عندنا الدين عدة شعائر وعدة زي بالضبط الأسئلة، أسئلة الامتحان، أنت على قد ما تجاوب من أسئلة على قد ما تاخد الثواب. مش معنى مثلا أن واحد متدين يرتكب منكر أن تدينه راح، لا، أنت على قدر تدينك بتاخد الحسنات. إنما أنا بقول حقيقة لا يليق بإنسان عليه سيمة التدين وسيمة الالتزام أنه يأتي بهذا المنكر الظاهر العلني. الأمر الآخر، الإنسان حدود المعاملة مع خطيبته، لا طبعا ما فيش حاجة اسمها أي تعامل مع المخطوبة خالص، لا، لأن الخطبة هي ما هي إلا مجرد وعد بالزواج وفقط، لا تحل حلالا، لا تحل حراما، ولا تؤثر على الأحكام الشرعية. هو أجنبي وأنت أجنبية عنه طول فترة الخطبة، الكلام للضرورة، ما يبقاش فيه خلوات، وحتى في الاتصال الهاتفي للاتصال للضرورة يبقى حد قاعد جنب المخطوبة ومشغلين السبيكر اللي هو اللي يظهر الصوت، يعني لأن الخلوة منه. فأنا بقول هو أجنبي والحديث للضرورة وفقط. قرض من البنك، طبعا القرض حرام، كبيرة من الكبائر، حرب من الله تبارك وتعالى على هذا الذي يرتكب هذا المنكر، لكن اللي عمل كده يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويسارع أقصى ما يمكنه للتخلص من هذا المنكر، وشيء طيب إنه ممكن يتصدق بعد كده لما ربنا يقدره، إنما أول حاجة يتخلص من هذا البلاء بقضائه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من عباده الصالحين. وأنا عايز أختم الثلاث دقائق اللي لسه بدعاء، لأننا في أمس الحاجة أن احنا نرجع لربنا تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،
يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك. نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبك وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ثبت قلوبنا بالقرآن اجعله لنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا ومن النار منجيا وإلى الجنة قائدا. اللهم شفع فينا القرآن اللهم شفع فينا القرآن. اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. نسألك حسن الخاتمة نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.